الإسلام هو دين تسامح. نعم. وعمر والإسلام ما كان دين انتقام. يعني ما هو لا يعقل إنه إنسان يسهب حتى دولة أوروبية عشان يقتل مواطنين في أوروبا، قد يكون هؤلاء المواطنين هم رافضين للحروبات اللي تمت. نعم. قد يكون هؤلاء المواطنين هم مناصرين له. غير كده إنه رد الفعل اللي بيحدث شنو من إنه يعني يحصل حدث مأساوي في مجمع مدني لمواطنين، سواء كان محطة مترو، سواء كان فندق، سواء كان سينما، سواء كان غيره، رد الفعل حيكون بالتالي يعني مضاد وحيكون سلبي جدا جدا. نعم. فغيرت العالم، لأنه بعدك أنتجت نظرة سلبية شديد، لكن رب ضارة النافعة. نعم. في عدد كبير جدا من الناس بدأ يحاول يفهم، أصبح هناك وعي كبير جدا، هناك أصبح عمل حول توعية المسلم نفسه. يمكن حتى كثير من المسلمين شاهدوا أضرار هذا الإرهاب وما لحق بالمسلمين من خلال هذه الأعمال الإرهابية التي شوهت صورة الإسلام، فكان هناك عمل توعوي كبير جدا قدر من خلال المجتمعات أنها يعني لا تتأثر. كان الاستقطاب استقطاب حاد في فترة معينة. نعم بالتأكيد، هي حاليا يعني عملت وعي آخر كمان، إنه حتى الإنسان الغير المسلم بدأ هو يقرأ ويعرف حول الإسلام، لأنه ما يعني التشويه التم كان تشويه كبير جدا جدا. فأي إنسان عاقل بيفكر إنه يستحيل يكون يوجد دين في الأرض يدعو إلى سفك الدماء، يستحيل. فبالتالي حصل نوع من الوعي، لكن تظل الرواسب كثيرة جدا جدا، وحتى يظل تأثيره وارتداداته على الدول كثيرة جدا جدا، ويظل الثمن اللي بتدفع الدول من اقتصادها ومن أمنها لمكافحة هذه الظواهر هو الثمن باهظ، باعتبار العملية الأمنية عملية مكلفة، وعملية بتحتاج بعد ذلك لموارد ضخمة جدا جدا.